ومن القواعد أيضا توحيد الألوهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل ونزلت به الكتب. توحيد الألوهية هو التوحيد الذي نزلت به الرسل نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله أن اعبدوا الله هو الإثبات في كلمة التوحيد إلا الله، وقوله واجتنبوا الطاغوت هو النفي في كلمة التوحيد لا إله. ويقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين الله في هذه الآيات أن وظيفة الرسل هي عبادة الله وحده دون ما سواه. وقال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجميع الرسل إنما زبدة رسالتهم وأول ما يفتتحون دعوتهم هي الدعوة إلى التوحيد، ولا يبدأون بشيء غير بشيء غيره مطلقا. فإذا الرسل ما بعثت بتوحيد الربوبية إلا من باب التقرير والاستدلال والبرهان على المطلوب الأعظم الذي هو توحيد الألوهية كما بينا سابقاً.